السلام عليكم تعيلة للجميع، اسمي شيرين، أنا في الصف أول، أنا مدرستي صابري الهندية. هذه كتة، كتة أشرب حليب. أنا عندي كتة في البيت. هذا أرنب، أرنب أكل جزرة. زرافة، زرافة أكل شجرة. جمل، هذا جمل، جمل أشرب ماء. قرد، هذا قرد، قرد أكل موز. أنا أرى قرد في الشجرة. أسد، هذا أسد، أسد، أسد أكل لحم. حوت، هذا حوت، أنا أرى حوت في الماء. تقرأ أكل سمكة. شكرا، مع السلامة.